السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم مجددا بالجزء الثالث لمحاضرة اليوم الثامن، ووصلنا بإفراد وياكم وصلنا بإفراد الثقب الخاص بالقطعة الأسطوانة ذات الرمز B. قلنا إنه محيط الأسطوانة هو 157 باي في الدي، ارتفاع هي الأسطوانة اللي راح يذكرها بالسؤال. الثقب محصور مكانه بالوسط، لكن إذا فردنا إحنا الأسطوانة من هاي النقطة اللي قاعدة أشير عليها مقابل نقطة واحد، زين، فراح يصير بالمنتصف. إذا فردناها من غير اتجاه، من غير مكان، فردناها من نقطة واحد، راح يصير الثقب نصين، نص منا ونص منا في بعض الأحيان، يعني يحلونه بهالطريقة. هاي يصير الإفراد، أنت كيفك. لا بأس، احنا ناخذ هاي الطريقة. إذا تلاحظون أساتذة، تلاحظون إنه مكان الإفراد محصور بالنقطة 4 إلى 10، يعني بهذا النصف الأسفل، بهذا النص من الدائرة. زين، فبالتالي احنا شو نسوي؟ الأفضل إنه نقسم هاي الشيت الى شو اسمه سناتر بالمنتصف وبالمنتصف، ونجي احنا مسبقا نعرف انه لازم هذا القوس اللي هو رامز له بالرمز S، هذا الطوله بحقيقة الامر هو القوس طوله 13.08 اذا تتذكرون. هذا بعض الاحيان يعني نستخدم طريقة اللي قلنا عليها في بداية محاضرات الدورة، إنه إذا كان عندي قوس فطوله يجي من الزاوية R ثيتا، فنقدر نطلعها بهالطريقة هاي، أو نقدر نطلعها بطريقة إنه نقسم 157 تقسيم 12، فبالتالي يطلع عندنا هذا القسم. نجي نقسم من المركز، ما يحتاج نقسم من البداية لأن هاي ما راح يصير بهن ثقب، فبالتالي نجي نقسم هاي منها 13.08 ومنها 13 وهكذا إلى أن نوصل إلى شو اسمه عندنا. إذا تلاحظون هذا قسم، قسم الثاني، ثلاث أقسام منها على هذا الأحداثي، 1 2 3 و1 2 3 على هذا الجانب. نستفاد من الأرقام اللي موجودة عندنا هنا بهذا المسقط، فبالتالي نقطة واحد هنا المفروض تكون، أجي أسقط هاي نقطة واحد هنا راح تتقاطع، زين، ويا نقطة واحد هنا، تمام. بعدين أجي أسقط نقطة 2 و12، زين، وتتقاطع هنا ويا هاي الخطوط 2 و12 و3 و11 وبعدين 4 و10. تلاحظون هنا بالمسقط الأفقي ألقى على شكل دائرة، لكن بالإفراد مالته هو إفراده مو دائرة، زين، لما أباوع منه أشوفه هو على شكل دائرة. يعني أنا إذا هاي القطعة شلتها وجيت هاي القطعة عفوا أي شلتها منها وباوعت راح اشوف دائرة، زين، هنا ما راح اشوف دائرة، هشوف يعني بيضوي، يعني فد شكل معين، لما الفه يعطيني الدائرة، لما الفه لما اباوع من مسقط امامي اشوفه بهذا الشكل. المهم، بعدين اكمل التقاطعات الخمسة والتسعة، هاي التسعة وهاي الخمسة، زين، طبعا بعد ما ارقم من الاسفل، زين، على مود لا اخطا، زين، امد نقاط التقاطع بين هذين النقاط واوصلهن يشكل لي هذا في حاله انه اريد افراد القطعه بي بالكامل، فهذا اجي اثقبه، زين، والف البليته يعطيني افراد، يعطيني شكل المجسم الاسطوانه بي. اما لا، بعض الاحيان انا عندي انبوب فاجي اقص هذا واخذ القطعه نفسها، زين،
واجي الصقها على الانبوب واجي اطبع حافة طيني الثقب اللي بس كون الانبوب اللي انا قاعد اشتغل به ياخذ قياسات نفسه اللي هو 50 مليمتر. تمام، لحد هسه هنا كملنا الافراد. راح تلاحظون ان شاء الله عندكم تمارين راح انزلها لكم ان شاء الله على الكلاس. راح انزل لكم هذا التمرين نفسه، يعني تعيدونه وتشكلون المجسمات مالته وتلحمونه مثل ما مشروح يعني امامكم بهاي الملف PDF وبالفيديوهات اللي راح ارفعها لكم ان شاء الله. ونحاول انه احتمال لربما اشوف لكم فد تمرين مناسب. احنا تلاحظون هنا هذا 3 تمارين، اللي يحب يريد يطور نفسه اكثر يحل هاي التمارين 3، لكن راح نشوف احنا شنو انا راح ارفع لكم اشوف شنو المناسب. خلينا نقرا هذين التمارين ما دام عندنا وقت لهذا الفيديو، وحاول انه اعقب عليهم اذا تريدوا تحلونهم. مثلا عندنا تمرين رقم 1، ارسم الافراد لقطع تقسيم. طبعا هاي كل هذين التمارين هي طالب افراد فقط. انا اذا رفعت لكم تمرين او واجب اريد الافراد مع تشكيل الجسم القطع، تشكيل يعني مجسمات. فارسم الافراد لقطع تقسيم نوع متماثل مصنوع من انبوب دائري قطره 70 مليمتر، هنا مختار طول القطعه الرئيسيه يعني ارتفاعها 150، وطول القطعه الفرعيه مقاسم من سطح القطعه الرئيسيه اللي هي 50، مع رسم شكل التقاطع الحقيقي عند منطقه التقاطع للانبوبين. يعني هنا بس مغير القياسات. اذا نشوف التمرين مالتنا شنو قياساته، شنو السؤال، صيغة السؤال او المثال. ارسم افراد لقطع تقسيم متماثل نفسه نوع تي مصنوع من انبوب دائري، القطر هنا 50، هنا نسوي 70، طول القطعة الرئيسية هذا يقصد به طولها القطعة الرئيسية، هنا طول القطعة الرئيسية، هاي القطعة الرئيسية طولها ارتفاعها يعني الرئيسية بي يقصد بي شو اسمه هنا 150، هناك بالمثال الآخر 150، طول القطعة الفرعية مقاسة من سطح القطعة الرئيسية، مقاسة من سطح يعني من هذا السطح، زين ارتفاعها مو منا ارتفاعها 50، على ما تقدر ترسم المسقط الأمامي هنا 50، هنا كم مطيك اياه ما ادري بالسؤال ايش قد مطيك، هناك مطيك اياه خلينا نشوف التمرين مطيك اياها 50 بس مغير 70، مع رسم شكل التقاطع الحقيقي عند منطقة التناموس، عند منطقة التقاطع يعني يقصد به المسقط الأمامي، وبعدين ترسم الإفراد. هنا التمارين الأخرى، ارسم الإفراد طبعا هنا مثل ما قلت لكم لازم تشكلون، فاحتمال هذا أرفعه لكم، هذا السؤال الثاني أرفعه لكم، العفو سؤال التمرين رقم 1 بالإضافة للمثال اللي حالينه. هنا ارسم الإفراد لقطع تقسيم تي غير متماثل، يعني القطر مالته مو نفسه، مصنوع من انبوب دائري قطره الرئيسي طبعا 70، طول القطعه 150 نفس الابعاد، قطر الانبوب للقطعه الفرعيه 50. زين ليش غير متماثل اذا هو عندك 70؟ ها هنا ما ذكر، العفو ما ذكر القطر على اعتبار انه متماثل، هنا قال غير متماثل فالطاق قطر القطعه الفرعيه 50 طولها، زين هنا ترى يعني انتبه طول القطعه الفرعيه 50 مو قطرها، هنا مطيك القطر 50 فبالتالي اكيد مو متماثل، 50 ما تساوي 70، بينما هنا القطر الانبوب الرئيسي 70 وال شو اسمه والفرعيه 70، هنا لا الرئيسي 70 والفرعي 50 قطره، مقاسة من سطح القطعة الرئيسية هم 50 مليمتر، مع رسم شكل التقاطع الحقيقي عند منطقة التلامس للتقاطع الأنبوبين. هنا طبعا إذا الأساتذة حبوا إنه يريد يحلونه فطبعا أكيد أكيد راح يتميزون أكثر بالدرجات، ويتميزون أكثر إنه راح تزداد لهم خبرة
وراح يطلع من هاي الدورة أكيد بفد شيء مفيد أكثر. التمرين الثالث، ارسم الإفراد لقطع تقسيم نوع غير متماثل، نوع تي غير متماثل. يعني تي، يعني مدام قال تي يعني معناه شنو؟ يعني شكله راح يصير على شكل تي. فبالتالي خل يعني أركز ويا هاي العبارات، لأنه راح أشوف بعدين أكو أنواع من التقاسيم يكون غير موتي، غير متماثل هسه وغير متمركز. هم غير متماثل وهم غير متمركز، يعني شلون؟ يعني المحاور ما واقعة على نفس ال، يعني ما متقاطعة المحاور. المسافة بين المحورين 10 مليمتر، يعني أكو أوفسيت بيناتهم. زين، مصنوع من أنبوب دائري، الرئيسي قطره 70، زين طول القطعة الرئيسية 150، قطر الأنبوب للقطعة الفرعية 50، طولها مقاس من السطح الرئيسي 50، مع رسم شكل التقاطع. يعني الفرق بين هذا السؤال وبين هذا السؤال إنه هنا متماثل، هنا غير متماثل العفو، وهنا غير متماثل، هنا متمركز، هنا غير متمركز. ما دام ما ذكر انه متمركز او غير متمركز معناه متمركز. واضح الشغله؟ اذا ما ذكرها معناه احنا ناخذ على الشيء الطبيعي، ما يحتاج انه نفكر زياده. اما اذا ما دام ذكر لي هنا انه غير متمركز، يعني معناه غير متمركز، يعني اكو اوفسيت. يعني شنو يقصد بالاوفسيت هنا؟ يقصد انه مثلا اذا صار اخذ لك مثلا هذا يعني شوف هسه هذا السنتر، هذا بالمنتصف الانبوب، لما امده زين ويوصل للقاعده، واجي امد هذا السنتر مال هاي الاسطوانه، امده يتلاقون بنقطه يتقاطعون هنا. هنا بالسؤال هذا الغير متمركز، لا اكو اوفسيت بيناتهم اما لليمين او اليسار، انت كيفك تختار شو اسمه. الاوفسيت المسافه اللي بيناتهم بين هذا المركز وبين هذا المركز 10 مليمتر، يعني 1 سنتيم. يعني اذا اريد هنا هسه بالمساقط، شوف هسه هذا السنتر لاين مات هاي الاسطوانه هذه، زين، وهذا السنتر هنا عباره عن نقطه مات مال اي، هنا راح يصير بيناتهم اوفسيت. راح يصير مثلا هاي الاي راح تبين زين بشكل المركز ما راح يتقاطع هنا، راح يصير، فاكيد اكيد راح يعطيني شكل تقاطع يختلف تماما عن شكل التقاطع لهذا التمرين، لهذا المثال. بعد عندي شنو السؤال؟ تمرين رقم 4، ارسم الافراد لقطع تقسيم متماثل، يعني 50 بـ50، معطيك اياه، هذا راسم لك اياه هنا، لكن شنو نوع واي هذا النوع؟ هذا واي، شكله شكل واي مو شكل تي. هنا مطيك رسمه ومطيك الابعاد عليها، ما ذاكرها هنا. مصنوع من انبوب دائري وحسب المعلومات هذا الشكل في المسقط الامامي له المبين عندنا، علما انه لم يتم رسم منطقه القطع هنا. ما ارسم لك منطقه القطع، تعتبرها جزء من التمرين، فانت لازم شو تسوي؟ ترسم المسقط الافقي والجانبي وتقاطع بيناتهم مثل ما معمول بال المثال، وتطلع منطقة التقاطع، ومن منطقة التقاطع تيجي تحل الإفراد. بهذا الشكل احنا خلصنا تقاطع المجسمات، التطبيق عليه خذينا التقاسيم، وأكو تطبيقات أخرى لا يسع ذكرها في هذه الدورة. إن شاء الله إذا التقينا في دورات أخرى ذات مستويات أعلى، ذات ليفلات أعلى، ممكن إنه نشرح بها إن شاء الله هاي الأمور. حاول إن شاء الله راح أرفع لكم فيديوهات، شوفنا فيديوهات على اليوتيوب، ناس أجانب، حاول إنه أمسح الصوت مالتهم وأدخل صوتي إن شاء الله عليهم، وأشوف طريقة العمل مالتهم بالتطبيق العملي. شكرا جزيلا أساتذة على استماعكم، وإن شاء الله نلتقي بمحاضرات أخرى. شكرا جزيلا.